خد لك دبابة من دبابات المملكة مثل طاعون طاعون جنين، وروح اكذف لك قذيفتين على سبتة وميليليا وعبر لي عن رجولتك. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، غادي تشوفوا بالضحك على الناس اللي هو اللي دائما يترجلوا في المواقع الجزائر. في هذا الفيديو غادي نشوفوا خونا فلسطيني خوتي يقصف المراركه وميم يستحهم على المباشر خوتي. المهم ما تراطوش الفيديو، لي لايك البارطاج، ولي ماش مشترك يشترك ويفعل زين جرس. قبل ما نبداو خوتي في هذا الفيديو، نتمنى منكم كامل لي لايك والبارطاج، واللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. طلعونا هذا الفيديو وخلونا نبداو. بسم الله. قادرة خوتي، انا جبت لكم هذا المقطع في البدايه تاع الفيديو تاعنا باش نوريكم الخامس تاعهم اللي ولوا يشوفوا في القمر خوتي. هذا هو اللي بدل سبته ومليليا بسكليت، رانا خادمين له بسكليت وخدمنا ايضا فوق البسكليت هذه اللي بدلها. نورمالمون هذه بسكليت ديرها اسبانيا، يعني في الاولى غير خشاوها له، قالوا له بدلنا بدلهم هي وداو لها بسكليت وداو لها اراضي تاوعها. هي من بعد العيشه قعدوا طامعين في الصحراء الغربيه ونساو باللي سبته ومليليا داوها لهم غير هكا، داوها لهم غير بالريح خوتي. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. وانا فلسطيني مغربي والصحراء مغربيه وعاش الملك، ديروا بارطاج. هذا اللي كنتو تشوفوا فيه ماشي فلسطيني، انا على حسب ما يبان لي بلي مروكي، منتحل شخصيه تاع الفلسطيني، يعني كيما مضاري ينتحلوا شخصيه تاع الجزائريين ولا السواعده وكامل. المهم سمعتوا قال لكم انا فلسطيني ونحب المروك والصحراء مروكيه وميميسيس وعاش كيما المراكم، راكم فاهمين يعني شلاغ ما يكتف بهم مجمل، يوم من بعد يقول لك عاش ميمي، يظل يلحس تحت ميمي. زيدوا تبعوا وغادي تشوفوا الرد عليه من عند فلسطيني. فلسطيني في المغرب، طبعا هذا فلسطيني بيدرس في المغرب. شوف نقول لك حاجه، يعني انت جاي منحه دراسيه تقرا في المغرب، قصه الصحراء غربيه الصحراء مغربيه هذا مش دخلك، يعني ما تتدخل في بركه من الاجياحه تاعك، جيت لدراستك. انا ما نهدرش على الصحراء الغربيه والمغربيه. المهم هذا فلسطيني راه يرد على فلسطيني الاول اللي قال لكم بلي انا نحب المروك ونحب والصحراء المروكيه وعاش لي مثالي، راكم فاهمين. المهم هذا الفلسطيني قال له نورمالمون انت راك جاي تقرا في المروك، ما عندك ما دخلك في الصحراء وما عندك ما دخلك في هذه المواضيع، لان هذا النزاع بين الجزائر والمروك انت خاطيتك نورمالمون كامل ما تدخلش، لا كنت راجل ولا كنت من هذوك. هذه هي. المهم زيدوا تبعوا. باسكو من بكري معروفه، مش انا اللي بنحكي ولا المغاربه ولا الجزائريين، من بكري معروفه الصحراء غربيه الجمهوريه الصحراويه، فاهم علي كيف؟ فبركه ما تطلع التفاعل بالاستفزاز، فهمني يا فلسطيني من وين انت؟ من الضفه ولا من غزه؟ الله يهديك. ما كيما شفتوا يعني هذا فلسطيني في الاخير راه فتحه، يعني قال له باللي انت كي راك تقول فلسطيني من وين انت؟ من هذه ولا من هذه؟ يعني يبين لكم باللي هذا الانسان مروكي ومن تحت شخصيه تاع فلسطيني، ولو كان فلسطيني وراه يتكلم فيهم هاك راكم عارفين مش مع الحيس وراكم فاهمين، يعني اللي يتبعوا ميميسيس ويقول لك عاشوا كامل دائما يخلصوا من عند المخزن، واللي تلقاهم يقول لك باللي الصحراء تاع المروك كامل من عند المخزن، ها باش نكونوا متفاهمين خوتي، كامل بلادات فيهم الرجال وفيهم الخوانة. باش نكونوا متفاهمين. المهم هذا الرد الاول على هذا المروكي اللي من تحت شخصيه تاع الفلسطينيين، والان غادي نشوفوا فلسطيني غادي يبهدل المروكي على المباشر خوتي. لي لايك وتابعوا معنا. اصلا القدس مش قضيتي، القدس ضاعت من ايادي جيوشكم ليس من ايادي الشعب الفلسطيني، كانت تسيطر عليها الجيش الاردني لانك انت مش قارئ التاريخ مع احترامي لك، والجيش المصري وجيشك المغربي لما طحنوا شارون ب 73 وخربته، ومعظم الاصابات في المؤخره كانت وانتم هاربين في جبال سوريا، انت تتكلموا عن الرجول انتم تركتوا الارض المقدسه وبعتوها اخرى للصهاينه. المهم هذا فلسطيني راه يرد على مروكي وعلى المباشر كما راكم تشوفوا، يعني هذا المروكي كان لعبها له باللي راه جل راكم فاهمين، وما تساهم يعطوهم الصبعه وما تساهم يتحكموا فيهم ومسراوي لهم شي مطلعينهم، ومع ذلك تلقاهم في المواقع الجزائر الجزائر ولاعبين هالرجال. بصح في الاخير ها هو فلسطيني خرج له في الوجه وبهدل على المباشر. زيدوا تبعوا زيدوا. تعلمني على الوطنيه بالله عليك، انت مين افضل تعلم الفلسطيني ولا تروح تسترجل؟ اسا خذ لك دبابه من دبابات المملكه مثل طاعون طاعون جنين، وروح اكذف لك قذيفتين على سبته وميليليا وعبر لي عن رجولتك. قعروا يا ربك.
وجاي تتكلم لي عن الرجولة وإذا كنتم رجال، وبديش أدخل لك في أمور ثانوية في حياتكم اليومية. المهم كيما سمعتوا يعني هذا الفلسطيني قال لها أنا راك باغي ترجل وكامل، رفد كاش دبابة ولا وروح لسبتة أم الليلية استرجعها، إذا كنت راجل دي الثورة واسترجع حارب ورجع بلادك، ولا فيكم غير تشرك الفم في المواقع. المروكي راه هنا راه غير ساكت ما قام ما يقول، زيدوا تبعوا زيدوا. راه لي رب حياتي النهار اللي زدت فيك. انت دائما لما واحد بينتقدكم بفكر سياسي بمنهج سياسي بصير عدوكم. طيب انتوا ليش عام 91 رحتوا قصفتوا بغداد؟ شو العراقي لما يقرا تاريخكم بده يتكلم عنكم بعد 1000 عام؟ كلكم دمرتوا بلادي. اليمني اللي قصفتوه بال 2018، كيف هذا اليمني المقتول ابنه بطائرات الاف 16 تاعتكم بده يجي هون على اللايف ويحترمك يا مغربي؟ الفلسطيني كيف بده يحترمك وانت مطبع؟ اهدر درك انت، اهدر اهدر در اهدر، حامي على روحك الحجام لوحد الحجام. نورمالمون على حسب ما راني نشوف خاوتي ما كاينش غير المروكي واحد، كاين ثلاثة مراركة ولا راهم طالعين في اللايف، هذا تاع خونا الجزائري وهذا الفلسطيني راه في مواجهتهم وحده خوتي، يعني الجزائريين ما دخلوش كامل رواحهم، فلسطيني وحده راه يواجه فيهم وراه يبهدل فيهم على المباشر، واحد منهم ما قدرش يواجه لانهم بلا شرف بلا قاصدين وجوههم ونهارهم الزئير. زيدوا تبعوا خوتنا. وقضيه ليست قضيته المسلم، كيف بده يحترمكم انتو؟ انتو بدل ما تبعتوا 100 دبابه اوكرانيا تساعدوا اوكرانيا، ما تشتروا لكم 100 محراث تحرثوا ارضكم تفلحوها بالراحة. هذا اللي انت شو صحراء؟ انت بتقولوا قضية الصحراء، طب الصحراء هي بغداد قصفتوها عام 91، طيب الصحراء تاعتك في اليمن يعني في جبال تعز، ولا الصحراء في القدس؟ انتوا بتستعدوا الشعوب وبتتهموا الشعوب. المراركة الغالب عياشة هما داني كي منهاك، ماشي مراركة كامل عياشة هما داني كي منهاك، عندهم فكرة التوسع في مخاخهم الداخل، يعني حاسبين أي أرض كي يشوفوها يلونوها بشخبط الأخابيط أي تولي تاعهم، يعني أي حاجة يشوفوها يقولوا تاعنا، واللي يسمعوا بها عندهم فيها نص، عم يتبوا المغلطش، يعني قالها وعندها الحق فيها، لأن الناس تاعوك ماشي غير التراث والماكلة وكامل اللي سرقوها، لا، حتى الأراضي، يعني خرائط راهم يحكموهم يلونوهم ويقول لك هذه تاعنا، هذا هما الشعب البواس اللي داخلينها غير عاش سيدنا. زيدوا تبعوا وجايين هون تفرقوا مين فلسطيني ومين غير فلسطيني، انتم بدكم تعلموا الفلسطيني الرجولي. طيب يا اخواننا نتفق على الرجولي تاعتكم، هذا اللي انتم دائما تستشئنكم، انتم شعب امضيتوا الحياه وانتم محاربين. طب ما انت ما حاربتش بايام فرنسا، بدك تحارب بال 2023. باو. ما انت اسبانيا ما حاربتها، بدك تحارب بال 2000، انت وين تحاربت اصلا؟ باو. واخشى ما اخشاه انا حقيقه انك انت تشكك في رضا الفلسطيني. طيب طب انت ما تشكك بازولاي احسن ما تشكك برضا الفلسطيني، يهودي بحكمك انت يهودي. ديروا ابينو. المهم كيما شفتوا خوتي يعني هذا الفلسطيني هبل عليهم في هذا اللايف خوتي تاع خونا الجزائري على من المراركه ماشي على الجزائريين، يعني المراركه هادو العياشه كانوا داخلين يعني باش يهضروا على هذا الفلسطيني ويقولوا عليه باللي ماشي فلسطيني وماشي حر كامل، لان هذا الفلسطيني حب الجزائريين لان عارف شكون هما الجزائريين، بصح واش دار؟ الفلسطيني واجههم على المباشر، بهدلهم ما خلالهمش، يعني باغت تولوا رجال روحوا حروا نفوسكم، يعني قال لهم انتم في وقت فرنسا في وقت الاستعمار وما حاربتوش وما درتوش، باغيين تحاربوا الان هاكو حاربتوا هذا الوقت، بالك نقولوا باللي درتوا ولا اسبانيا ما حاربتوهاش، يعني اسبانيا عندها اعوام وهي دات لكم سبتة أم الليلية حتى الان ما قدرتوش ديروا قد النهار ما قدرتوش ديروها، يعني ما قدرتوش حتى تقدموا ولا تدخلوا للحدود تاع بلادكم والو، ممنوع بحبيله يا جدكم دات لكم الحدود اي من بعد قوهم زائر تدو بشار الصحراء المروكيه قال لك الصحراء غربيه رادينها تاعهم، المهم اي حاجه يلونوها بشخبط الخبيط بالقلم ملونه ولازم القلم الملون يكون بالاحمر، دائما كي تشوفهم ملونين بالاحمر يقول لك الارض تاعنا، لا حول ولا قوه الا بالله، عم يتبون ولا مغلط اللي شافوها يقولوا تاعنا واللي سمعوا بها عندهم فيها النص، المهم كيما شفتوا بهدله ما خليهالاش خوتي. زيدوا الان تبعوا وغادي تسمعوا واحد فلسطيني واش غادي يتكلم على الناس اللي هوك على ميمي سيستيهم أميرة المؤمنين، قال لك باللي احنا ارسلنا المساعدات لفلسطين، اي تبعوا وسمعوا خوتنا حلوا ودنيكم العياشي
بحال ودي خايا نقيهم على بالنا بلي ودنيكم يجون بالعين من كثرية الله. لي لايك خاوتنا والبارطاج. لخصت كل شيء بدقيقتين، مساعدات بتفوت مكتوب عليها بالعبري، بعد قتل أطفالنا، بعد قتل نسائنا، بعد قتل رجالنا، لا ثقة بالمطبعين، لا ثقة بالخونة. كيف أنا كفلسطيني بدكم يعني أوسع بالخونة؟ مهم هذا الفلسطيني راه يتكلم على المساعدات اللي راهي تدخل عندهم، يعني اللي راهم يسلولها الدول العربية. قال لكم بلي مساعدات راهم يدخلوا عندنا مكتوبين باللغة اللي راكم فاهمين، تعصص خوتي. وشكون اللي راهم يسلوا هذه المساعدات؟ جوارينا ليهوك ودولة إمارته كامل. والمساعدات الاخرين تاع الدول الاحرار كيما الجزائر وكامل ما يخليهمش السوس يدخلوا، وكي يدخلوا يدخلوا بطريقه واحده اخرى، ما يسهلوهم عليهم ما والو، ماشي كيما المساعدات تاع المغرب اللي يدخلوا بسهوله، لانهم راكم فاهمين. زيدوا تبعوا ودوك تسمعوا واش غادي يتكلم فلسطيني. انا اليوم مساعدات الجزائر، مساعدات تونس، مساعدات الدول الحره والشعوب الحره واقفه على المعابر ممنوع تفوت، مساعدات الدول المطبعه عم بتفوت، فكيف انا بدي اوسع بهاي المساعدات؟ أنا كفلسطيني من حقي أطلع وأدافع. وكثير ناس قالت لي أنت جزائري، كاتبين لي أنت جزائر دافعين لك، أنت بتخدم الجزائر، أنت تونس، أنت كذا. أنا اللي يهدر كلمة الحق هو الجزائري، راكم فاهمين؟ اللي يقول باللي الجزائر هي اللي راهي تساعد وهي اللي راهي تديرو كامل، يردوا جزائري ويردوا شية النظام الجزائري ويدير ويدير ويدير. بصح الحمد لله يا ربي رجال يعرفوا شكون هما الجزائريين ويعرفوا شكون هي الجزائر. يعني قال لكم باللي المساعدات تاع الدول الأحرار كيما الجزائر وتونس وكامل، المساعدات تاعهم ما يسمحوا لهمش يدخلوا ولا دخلوا يدخلوا بطريقة صعبة جدا، يعني منعوهم الصوص يمنعوهم. بصح المساعدات تاع الدول اللي راهم دايرين ليديهم في ليد الصوص كيما جزريبة ليهوك وغيرهم يدخلوا بسهولة خوتي، وفيهم الكتابة بال راكم فاهمين. زيدوا تبعوا زيدوا. على انه تونس والجزائر بيهاجموا هاي الدول المطبعين والخونة، بس انا بقول لكم انا بشرفني اكون جزائري، بشرفني اكون تونسي، بشرفني اكون يمني، انا فلسطيني وتونسي وجزائري ويمني. تحية كبيرة لأهلنا بالجزائر، لأهلنا بتونس، ولأهلنا باليمن. المهم كيما شفتوا معنا في هذا الفيديو خوتي، واش تكلم هذا الفلسطيني على المساعدات اللي راهي تجيهم من بعض الدول العربية خوتي. كما سمعتوا قال لكم في الاخير انا شرفني باش نكون جزائري تونسي يمني، يعني راه يتكلم على الدول الاحرار والشعوب الاحرار، ماشي كيما راكم فاهمين بواسين والركيع ودائما يحسوا تحت يدهم. المهم سمعتوا الحقيقه، يعني احنا كنا نشوفوا في السابق، انا كنت باغي نتكلم على هذا الموضوع بصح طول شويه، بصح معليش رغم ذلك مازال لحد الان هادو الصوالح راهم يصروا باش تكونوا متفاهمين. يعني ميميسيس اللي هو رئيس لجنه القدس راكم فاهمين، اميره المؤمنين اللي كانت تقول باللي رسلت مساعدات ودرت ودرت وعاونت وكامل، ما دار والو خوتي. راكم تسمعوا واش تكلم هذا فلسطيني، يعني قال لكم باللي المساعدات اللي جاونا من المغرب ولا من الامارات وكامل مع الدول اللي راهم دايرين ليديهم في ليد الصوص، هذوك المساعدات ماشي تاعهم راكم فاهمين، تاع راكم فاهمين خوتي، واصلا يدخلوا بالكتابه تاع الصوص. بصح المساعدات تاع الدول الاحرار كيما الجزائر وكامل قال لكم ما يسمحوا لهمش باش يدخلوا، اذا دخلوا يدخلوا بصعوبه. يعني قال لكم انا كفلسطيني ما غاديش نقبل المساعدات عن المغرب ولا غيرها، لانهم دول اصلا راهم دايرين ليديهم في ليد الصوص وراهم متساهلين معاهم رغم كامل الشيء اللي راهم يديره الصوص في خاوتنا. هذه هي حقيقه، يعني كيفاش يسمحوا لهذوك كيفاش ما يسمحوش لهذوك، لان راكم فاهمين فيهم كيفاش. المهم هذا الفلسطيني فضحهم على المباشر خوتي باش يتفهموا يا العياشة باللي ما ساعته ما درت والو غير بلا بلا في المواقع، احنا دعمنا وحنا درنا وحنا درنا، ومن بعد تلقاهم يقول لك وراه موقف الجزائر وراهي الجزائر. الجزائر الحمد لله راهي واقفه والرجال راهم شاهدين على ذلك. المهم ايضا كما شفتوا خونا الفلسطيني كيفاش قصف المراركة على المباشر في لايف جزائري، الجزائريين ما دخلوا روحهم ما ساعدوه ما والو. فلسطيني وحده على ثلاث مرات كانوا ماما ولا زوج عياشه كانوا مدخلينها باللي حنا رجال وكامل كيما داري دراوي لهم طايحين نساهم يحاكموا فيهم يعطوهم صقله، رانا عارفينهم داري نشوفوها، مع ذلك تلقاهم يترجلوا. الفلسطيني على المباشر بهدلهم خاوتي، ما تلقاوهاش يهضروا، قعدوا غير ساكتين وشوفوا، يعني قعدوا بالعين وفهمهم، لان كيفوا امام رجال ما يقدروش يهضروا. بصح مع ذلك تلقاهم الزازائر الصحراء تاعنا فكره التوسع غير في ريصانهم، حاجه اللي لونوها باللون الاحمر يقول لك تاعنا. كما سمحتوا فلسطيني قال لهم انتم ما حاربتوش في وقت الاستعمار، الناس بي كتحارب وتستشهد ما حاربتوش وباغيين تحاربوا درك، هاروها واسترجعوا سبتهم ليليا. قال لهم غير دو كاش دبابه ولا روحوا قربوا الحدود تاع سبتهم ليليا، ما تقدروش لانكم يعني ماشي رجال. المهم شكرا كامل الناس اللي تبعوا معنا في فيديو حتى يا ربي يحفظكم، اعطونا رايكم في التعليقات على هذه المقاطع خوتي، على الناس اللي هوك واش صرا لهم في هذا الفيديو خوتي، لي لايك البارطاج دعمونا الفيديو، اللي مش مشترك يشترك وفعل زر الجرس. تحيه الجزائر، ودائما نفتخر ببلادي الجزائر ونفتخر بكوني جزائري، وربي يرحم الشهداء. ما تنساوش الدعم ثم الدعم خوتنا، دعمونا الفيديو بلي لايك ودعمونا القناه، ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.